نشكر جمعية غالية أشهر العالم على البديل اللي قامتها الأجل التحسيسية للفضاء التاريخية اللي قامت بها، وهذه التحفيز لنا احنا كاملين. وكان نطلب من الإخوان لأن كانت الجمعية ديالنا سابقا عملت ميت وقال الإخوان من مركزوش عائلة حيث الفتح السعدي، لأن الجمعية عملنا ميت نشاط حيث الفتح السعدي الشهر اللي قبل من هذا. وكنشكر باسم الجمعية على جمعية الأفق ولا جمعية الوئام جمعية القصبة على جمعية الصانع التقليدي على المشاركة ديالهم والدعم ديالهم في النشاط ديالنا